كن فرانسوا الحاج، والكتلة في هذه الذكرى الأليمة تشدد على استمرار تمسكها بالمبادئ والقيم الوطنية التي حملتها ولطالما دافعت عنها، والتي تؤكد على الحرية والاستقلال والسيادة والعيش الكريم، وعلى ضرورة استعادة الدولة لدورها ولسلطتها. وهي المبادئ التي استشهد من أجلها جميع شهداء ثورة الأرز الأبطال، والتي يتأكد يوما بعد يوم دور وأهمية هذه القيم في تعزيز فرادة لبنان وتألقه ورسالته لأبنائه وفي المنطقة. أولا، رحبت الكتلة بنتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس، بكونه جاء تعبيرا واضحا عن تمسك المجتمع الدولي باستقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي، وعن قراره التعاون مع حكومة الرئيس الحريري لتحقيق هذا الاستقرار. وأعربت الكتلة عن تقديرها للجهود المبذولة في هذا السياق لعقد 3 مؤتمرات عالمية خلال النصف الأول من العام المقبل، لدعم الجيش والقوى الأمنية، ولدعم الاقتصاد اللبناني، ولمواجهة أعباء النزوح السوري إلى لبنان. وأكدت الكتلة أن القرار الصادر عن الحكومة اللبنانية بالتزام كل مكوناتها مبدأ النأي بالنفس كان مفتاحاً في توفير كل هذا الدعم الدولي للبنان، الأمر الذي يزيد من أهمية احترام المكونات السياسية كافة لهذا الالتزام، وعدم انجرارها وراء مواقف تتعارض ومصالح لبنان العليا أو علاقاته العربية. ثانياً، في خطورة زيارة مسؤول إحدى الميليشيات العراقية إلى الجنوب ومنطقة عمل القوات الأمم المتحدة، تستنكر الكتلة بأشد العبارات الاستعراض الذي قام به مسؤول ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إلى منطقة عمل قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان. في هذا الشأن، تدعم الكتلة قرار الرئيس الحريري بمنع قائد تلك الميليشيا من دخول الأراضي اللبنانية، كما تدعم طلبه من الأجهزة المختصة التحقيق في ملابسات هذا الاستعراض الذي عرض في شريط مصور جنوب لبنان، مكررة رفضها أي محاولة لاستخدام لبنان منصة لأجندات خارجية. ثالثاً، في خطورة قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، كرست الكتلة جزءاً من مداولاتها لتداعيات قرار الرئيس الأمريكي نقل سفارة بلاده إلى القدس اعترافاً منه بها عاصمة لإسرائيل، مكررة رفضها لهذا القرار الاستفزازي المعطل لعملية السلام. إن هذا القرار الجائر بنقل السفارة إلى مدينة القدس، المدينة العربية المقدسة التي هي مهد الديانات السماوية الثلاث، يحتم على الدول العربية كما على الدول الإسلامية العمل بإصرار وتعاون وتنسيق وبشكل عاجل، مستفيدين من الموقف الدولي الكبير الرافض للقرار الأمريكي، من أجل العمل على مواجهته وإفشاله. وفي هذا الشأن، أشادت الكتلة بموقف دول الاتحاد الأوروبي عموماً وموقف العديد من دول أعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين وغير الدائمين وغيرهم كثير من دول العالم، وكذلك مواقف الدول الإسلامية، وتخص بالتقدير موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي جاهر وأعلن رفضه لقرار الرئيس ترامب. كما أكدت الكتلة تمسكها بالإجماع العربي على مبادرة السلام
الصادرة عن قمة بيروت عام 2002 والقائمة على أساس حل الدولتين مع ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس. شكراً، انتهى البيان.